بتفجير متحكم به عن بعد وخلال 10 ثوان فقط هدمت 4 أبراج يزيد ارتفاعها عن 91 مترا في محطة إيكبورغ للطاقة الكهروحرارية في شمال يوركشاير في إنجلترا. محطة توليد الكهرباء العاملة على الفحم منذ 50 عاما كانت واحدة من رموز صناعة الفحم وتوليد الكهرباء في المنطقة، وهذه آخر مجموعة أبراج تبريد في المحطة، ونفذ عملية الهدم شركة دي اس ام ديميليشن جروب.